مشاهدينا هنتابع مع حضراتكم موجز التاسعة مع الزميل خالد عاشور. إليك خالد. صباح. شكرا لك شروق ولضيفتك الكريمة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. موجز أخبار التاسعة صباحا من الفضائيات المصرية. هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس زامبيا الجديد هاكيندي هيشيلما بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأكد الرئيس خلال اتصال هاتفي حرص مصر على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي لا سيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري ودفع محاور التنمية في زامبيا. من جانبه أشاد الرئيس الزامبي بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين معربا عن تطلعه لدعم مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المستهدفة ببلاده. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساسا قويا لإقامة أي تعاون تنموي مع الشركاء الدوليين. وخلال استقباله وزير الدفاع الكوري الجنوبي أشار الرئيس السيسي إلى اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية. من جانبه أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي اهتمام بلاده بتعميق العلاقات مع مصر وزيادة استثماراتها في المشروعات الكبرى بمصر. هذا وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين خاصة في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا. أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع حالات وفاة. وأشارت الوزارة إلى خروج 763 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239,343 حالة. حذرت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من أن تأخر البرلمان في التصديق على الإطار التشريعي يعرقل إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي مع نظيرها الجزائري رمضان العمامرة في ختام اجتماع دول جوار ليبيا إنه سيتم عقد اجتماع تشاوري لدول جوار ليبيا والدول الصديقة في نهاية سبتمبر أو في بداية أكتوبر من أجل تحضير الأرضية لاستقرار ليبيا. عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعا في القاهرة برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير ياسر عثمان، بينما ترأس الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية السفير علي بن فهد الهاجري. تناول الاجتماع استعراض الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. أعربت مصر عن بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها في السعودية مؤكدة موقفها الثابت من مساندة المملكة في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية. كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن إصابة 8 أشخاص وتضرر طائرة مدنية في هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي اتجاه مطار أبها الدولي. دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مؤكدا أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة. وأضاف بايدن أن 90% من الأمريكيين الذين كانوا يريدون مغادرة أفغانستان تمكنوا من ذلك وأن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بمساعدة ما تبقى أو من تبقى من الأمريكيين الذين ينوون المغادرة والذي يتراوح عددهم بين 100 إلى 200 شخص. ختام موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى متابعة بقية فقرات برنامج صباحنا مصري.